واكتب كمان يا مرحوم الولدان، ونعلمك يا حضرة مدير برنامج الحل عندنا، كتبت بأن الطريق الواصل بين الطريق العام لمزفات وبين ضيعتنا عين المغارة ليس مزفت. يا مختار بيقولوا ليس مزفتا مو ليس مزفت. لك يا عماي هلق أنا بقول مثل ما بدي وأنت بتكتب مثل ما بدك، مش حلوة كل شوية قطعني، مش حلوي مش حلوي. أمرك يا مختار ليس مزفت. واكتب كمان وتكثر فيه الجور والحفر. واكتب كمان يا مرحوم البي وقد فرشوه منذ 10 سنوات بالبحص، فطار البحص وبقيت الحفر على حالها. هلق يا أنا بنقلو يا أنت رسين بتقي وحدي أبيجتمعوش. صحيح، بس أنا عم ذكرك خفت تكون نسيان. مش نسيان يا عماي، مش نسيان يا أبو حسن، سمعنا الله يخليك. أمرك يا مختار. وقريتنا عطشنا ويبعد نبع المي عنا أكثر من 3 كيلومترات، أو ما فيش بقريتنا غير مدرسة ابتدائية، ويمشي تلاميذ الإعدادية 6 كيلومترات يوميا ليتعلموا من إعدادية تل البيدر، قاطعين الوديان والأنهار، متعرضين للأخطار في سبيل تلقي العلم والتحصيل. حلو يا مختار، حلو كتير. حدا عنده مشاكل ثانية قبل ما نختم؟ لك يا مختار من شان الله خلينا نقول ألو بس، خليهم يمددوا لنا هواتف هون على الضيعة. مظبوط ما تحكي يا أبو حباب، مظبوط الهواتف أهم شيء. اكتب يا محمود اكتب. ونطالب أيضا بتمديد هواتف للقرية حتى ما تظلش قريتنا مقطوعة عن العالم الخارجي والداخلي كل على سواء. اكتب. حدا عنده مشاكل ثانية؟ وشو بدنا نساوي بمشكلة المقلع يا مختار؟ شو بقول مقلع؟ قال شو بقال؟ طول النهار على التفجير، الله وكيلك حيطان الضيعة ضعضعت والنسوان عم بتطرع وعم بتسقط من الرعبة. معك حق يا أبو عيسى، بس نحن ما قصرناش ها؟ يعني ما خليناش حد، ما اشتكينا له وحكينا له قصة هالمقلع، بس ما فيش فايدة، كله على ففوش. أي لا، بس هالمرة غير كل مرة، أنا هيك بتصورها. يا سيدي وأنا كمان هيك بقول، لأنه ما في مشكلة إلا وهالبرنامج عم يلاقي له حل، هيك سمعت، والكلام على ذمة الراوي. يا جماعة نحن نسينا أهم نقطة. سعيد الشايطة مذيع البرنامج، ابن ضيعتنا وربيان منطقتنا، يعني لازم يهتم فينا. لك أنت كل عمرك شاطر يا محمود، هذا سبب أساسي لحتى يتابع مطالبنا ويستمر في متابعتها. إلا تعرف يا مختار، سعيد الشايطة عامل فيلا بأول هالضيعة بتطير العقل. أسيدي سبحانه سبحانه المعطي الوهاب، شو بلنا فيه؟ شو بلنا فيه يا عمي؟ إن شاء الله يتهنى فيها. صدقوني يا شباب مشاكلنا كلها راح تنحل بإذن الله على يده. أصبح هلق، خلينا نختم الرسالة. اكتبي محمود اكتب الله يرضى عليك. تفضل. ويشكر المختار وأعضاء المخترة وأهل ضيعة عين المغارة أسرة البرنامج الحل عندنا سلفا على حل مشاكل القرية. والسلام. أفيش إشي ينضاف يعني. خلاص يعطيك العافية. هات لك حتى وقع أول واحد. تفضل. وين وقع؟ هون. وين؟ هون هون. ها؟ مطبخ إيدي. تعالوا حبايب وقع لشاب. خلص تحت توقيع مش جنبه. يعطيك العافية. تعالوا أنتوا الاثنين. تعالوا. يا الله. ها. يا مهون. وقعت أشوف. هاسي هاسي. ها. وانت كمان. انت. شرف. كبر خطك. هاو. هام هام. مش هام هام. يعطيك العافية. وانت بيطلع هذا البرنامج الحل عندنا؟ بيطلع كل يوم تنين الساعة 5. وهلق الله يرضى عليك. بتحط هالرسالة بظرف وبتحطها بالبريد المسوكة حتى توصل بسرعة وما تضيع الطريق يعني، فهمت شو ما قلت؟ خلاص يا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
ارتاح يا مختار، عم استناك. شرف. شاو يا محمود، لسه ما طلعش البرنامج. المفروض يطلع هلا، ما بعرف ليش تاخر يا مختار. اي صارت الساعة 6 الا تلت، وعلى اساس موعده الساعة 5. ولك اي طول بالك يا ابو عيسى، لعما شو مصلتك محروقة؟ غصب عني يا ابو حبيب، غصب عني، مو بيدي. سيداتي سادتي، والان انتم على موعد مع البرنامج الشعبي الحل عندنا للزميل سعيد الشايطة. هيك ها. سيداتي انساتي سادتي، اسعد الله اوقاتكم. برنامجنا لكم ومن اجلكم وفي سبيل خدمتكم. وها هي فقراتنا قد بدأت. الله يحيي أبو سعود. سكوت يا شباب، هاي سعيد بشحمه ولحمه عم يحكي على التلفزيون. سكوت، بدنا نفهم. الله حيه المزيحة بن طيعتنا، الله حيه والله. ايه والله صار وتصور. الله يرحمه لأبوه، ما كان ياكل إلا الخبز اليابس والشنجليش. لا خلاص هلأ أبو حبايب، خلاص. ايه بيعونا سكوت كل شوي يا اخي، بدنا نسمع. عما امرك غريب انتو، بعدين شو يعني؟ شو بدنا بابوه هلا؟ ها؟ عيب يعني اذا كان عم ياكل خبز وشنكليش؟ ليش؟ نحن شو ما ناكل هلا؟ اولا لدينا استطلاع مصور عن حارة ظهر الارنب. ثانيا لدينا ايضا شكوى عن زحمة السير في ساحة دب الراسة. ثالثاً هناك رسالة من قرية خربة الفحم حول انقطاعات التيار الكهربائي. رابعاً لدينا بعض الردود والحلول من الجهات المختصة حول بعض القضايا المطروحة. محمود، لك شو القصة يا محمود؟ كنك ما بعثت الرسالة أنت بالبريد المضمون كنك. والله بعثتها يا مختار، صدقني بعثتها، وبالبريد المسكر كمان. يا حيف على تعبنا، لانه ما جاب سيره شكاوينا بالبره، معناها ضاعت. لك شو ضاعت انت الثاني؟ انا حطيتها بايدي وقالوا لي مركز بريد انه بيومين بالكثير بتكون بالتلفزيون. اي والله لو بعتين على ظهر مملي لكانت وصلت. سيداتي سادتي، نتابع معكم الان فقرات البرنامج. رساله من قريه الرفسي حول مشكله الحمير الشارده، نعدكم بتحقيق مصور في اقرب فرصه. والى اهالي قريه عين المغاره، نعدكم بأن بعثة تلفزيونية ستزور قريتكم يوم السبت القادم الواقع في 1/1/2000. طيبة أبو سعود، طيبة. أين كان يا شباب؟ هذا سعيد الشايطة من ضيعتنا، مش مسخرة، وبكرة رح يبعث شيات التلفزيون كل اللي عندنا. يا عماي حلو الدعم، شو الحكاية؟ بس ويكل يا شباب، بدنا نحكي له كل مشاكلنا. ما بدي حي المسألة؟ مو معقول، شو عم تحكي لك؟ عم نحكي كل شيء، هاي الفرصة اجت على رجليها، مو معقول نفوتها. شو بختار؟ شايف لك هدول تبع التلفزيون ما راح يجوا. وك شو بيعرفناي؟ يعني معقول ما يجوا، إلنا ساعتين عم نستنى. محمود؟ مور مختار. أيمتين قالوا لك بدهم يجوا؟ قال الساعة 10. هاي صارت الساعة 12 وما بين حدا من هون، يعني على حساب متأخرين ساعتين. سيدي الغايب حشته معه، بعدين لا تنسوا انه الطريق محفرة ومليان جوار. كثير حلو، يعني بهالصورة رح يشافها والطريق بعينهن على الطبيعة بدون ما حدا يقلن. أول شي يا مختار رح ناخدهن على المقلع نسمعهن ضرب الديناميت بإذنهن، شو رأيك؟ وك شو على المقلع انت ثيناي؟ شو على المقلع؟ أول شيء لازم ناخذهم ونفرجيهم على المدرسة المهرهرة، ويلي سقفها عميد لوف وحيطانها مايلة. لا يا مختار، أنا رأيي ناخذهم على النبع النشفان اللي ما عم نشرب منها نقطة مي. لا ما حذرت، المقلع أخطر مشكلة بالضيعة. عليم الله يا رجال ما عم نقدر ننام، تقول زلازل مو هيك، والمرأة صارت مسقطة مرتين من صوت التفجيرات اللي بالمقلع. ها يمكن وصلوا، وصلت البث التلفزيونية يا شباب. الله حي الاستاذ سعيد الشايطة يلي بيحب اهل ضيعته. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ سعيد، يعطيكم العافية. واهلا وسهلا اللي جاي، يا مرحبا اللي جاي. واهلا وسهلا اللي جاي، يا مرحبا اللي جاي. واهلا وسهلا اللي جاي. اهلا وسهلا.
السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. كيفك يا مختار؟ والله الحمد لله، نشكر الله. أهلا وسهلا. اليوم عنا أكبر عيد، لما شرفنا سعيد. هاتوا الشاي بالصينية للبعثة التلفزيونية. أهلا وسهلا يا شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بالسادة الكرام. أهلا وسهلا بالتلفزيون الملون. أهلا وسهلا يا حبايب قلبنا. أهلا وسهلا يا حبايب قلبنا. الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك. وميت مرحبا بالشباب. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بابن ضيعتنا البار. الله يخليك. أي مختار، بعرفك بالبعثة التلفزيونية، الأستاذ غازي أبو الكسم مخرج برنامجنا الحل عندنا، وسبعت نعام، والأستاذ رمضان كابسلي مصورنا. أهلين. وأنا اسمي سعيد الشايطة، وأكيد بتعرفوني. أهلا وسهلا. وهل يخفى القمر. الله يخليك. الله يخليك. يا غازي، أستاذ غازي. يا أخي شو هالطريق هذا؟ حتى ماسورات السيارة تكسرت وظهري انبرأ من كثر الهزهزة والطجطجة والحفا. حتى تشوفوا بعينكم شو عم بصير فينا يا أستاذ غازي. إيه بس النهفة إنه نحن ما أنا متعودين. وين بتحبوا تروحوا بالأول أستاذ سعيد؟ على النبع الناشف ولا على المدرسة الخربانة؟ سلامة عرفك يا مختار. أول شي لازم يشوفوا المقلعة. تسمح لي بكلمة يا مختار؟ بأمر عيونك أنا. مختار، الجماعة جايين تعبانين وهلكانين، يعني مو لازم بالأول ناخدهم لشي محل يتغدوا ويستريحوا، يعني مو حلوة من وصلتهم ناخدهم على الشقة والتعتير. تأمر أمر من عيوني. المظافي جاهزة وعندي ديكين ظراف، كثير ظراف ولحم طري مثل الفستوق. لك شو مظافي وشو ديوك انت التاني؟ الجماعة بدهم يروحوا معي، يروحوا لمحل يشموا فيه الهواء، يشوفوا مناظر حلوة، ياخدوا له النفس معسل. شو مظافي ما مظافي هلا؟ طيب وين بدنا ناخذهم برأيك يعني؟ يعني بناخذهم على مطعم وادي الشلالات مثلا، على حد علمي انه اكله طيب كثير. وادي الشلالات؟ صحيح ما بقول لك لا، بس هذا يعني عفوا غالي كثير. ايه بس بيبيض وشك وش الضيعه ولا شلون؟ طيب يا استاذ، ما بدهم يشوفوا ويصوروا هيك مشاكل الضيعه يعني؟ لاحقين مختار، لاحقين يا مختار على الشيء. بس صدقني بعد الغداء راح يصوروا لك كل شيء بدك اياه. حاضر يا استاذ، اذا كان هيك انا بامرك. يا محمود يا محمود. نعم مختار. تعال محمود، بتفوت هلق على الدار اللي عنده وبتقول لمرتي ام فواز تفتح صندوق مليت المخطره وتعطيك منه واللازم منه. على عيني. بسرعه. يا سيدي، ما قلتوا لي ليش جبتونا لهون؟ ما بكفي اللي شفناه واللي صورناه؟ ما هذا هو مقلع الحجار يلي حكينا لك نعلاه، هذا هو بذاته. بدك الصراحة عليم الله دخنا بعد الغداء وانتم عم تبرمونا من محل لمحل. لا ولسه ما حكينا لكم على مشكلة التلفون. نعرفها ما في داعي. يلا خلصوني، مين بده يحكي على مقلع الحجار؟ أنا يا أستاذ غازي. أنا. لا أنا يا مختار، لأني أنا أكثر شيء متضرر، بيتي أقرب شيء على المقلع. طيب اتفضل احكي يا أبو عيسى، عم نسمعك. ما بدي أزعل يا مختار، أنت حكيت على الطريق وعلى المي وعلى المدرسة، خلينا نفتح تمنا بشي شكوى بس. لك احكي يا عمي، حد قال لك شيء؟ إذا زعلان يا مختار ما بحكي. وليش هو حتى أزعلك وعلى هالحكي الفاضي؟ احكي يا عمي احكي. هلا خلصوني رح أصير الدنيا المغرب، أنت ولا هو بده يحكي؟ أنا. اتفضل معي لك أنت. خليني المقلع وراك. طيب هون هون. وانت يا رمضان الله يرضى عليك باخذ لي لقطه من اليمين لليسار ومن تحت لفوق، وبتجي زوم طول عندهم وبتوقف. ويان دقيقتين استاذ غازي. بسيطه مو مشكله، حاجتهم دقيقتين. بتعرف شو بدك تحكي يا اخ؟ ولو انا اللي بعرف لكان ما بعرف. يلا جاهزين؟ 5 4 3 2. سيداتي وسادتي، ما زال برنامج الحل عندنا يتابع مشواره في قرية عين المغارة، يستمع ويصور مشاكل وهموم الناس. وبما أن عماد ومحور برنامجنا هو الحقيقة، فقد التقنا بالسيد أبو عيسى أحد أعضاء المخترة ليحدثنا
بصراحة ومرارة عن مشكلة مقلع الحجارة. سيد أبو عيسى، ممكن تتفضل وتحكي لنا المشكلة؟ المشكلة يا سيدي، المشكلة يا سيدي إنه المقلع بالأول كان بعيد عن الضيعة، بس الضيعة صارت تكبر والمقلع كمان عم بيكبر، هيك لحتى صار بلزق الضيعة، وطول النهار والليل على بمدج بمدج، الأرض تحتنا صارت تهز، الكاسات بتوقع، الكراسي بتنقلب، الناس بتولول، والأولاد بيبعقوا. صدقني بالحارة الغربية انقطع نسل العالم يا شيخ، النسوان صارت تصعط من الرعبة. المشكلة كبيرة، كبيرة فعلا. مشكلة وبس؟ قول مصيبة، كارثة. احكي له، احكي له على الغبرة. هذا كله ولسه ما حكيت لك عن الغبرة والنشح. نشكر السيد أبو عيسى على هذه المعلومات، ونعيدكم جميعا بحل هذه المشاكل في أقرب وقت. برنامج الحل عندنا في خدمة المواطن دائما. أستاذ غازي، انتهينا. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية. وعليكم. أستاذ، وأيمتى بده يطلع هذا البرنامج؟ مو هذا التنين ولا اللي بعده، يلي بعده. فهمتوا شيء؟ قصده يعني بعد 3 أسابيع، شرفوا لنمشي بقى. ماشي الحال، تفضلوا يا شباب. يا الله يا الله يا الله يا رب. العب على هالفيلم المسخرة، البطل راح يصير برقبته جبانة. هلق انت متأكد من هالقناة؟ طبعا متأكد مختار، هاي القناة الثالثة. متأكد انه التحقيق اليوم راح يطلع عن ضيعتنا؟ طبعا متأكد مختار 100%. مو قال 3 أسابيع؟ هاي صار مالها 3 أسابيع. وليش بقى 3 أسابيع؟ والله كثير. لك اخي مو كثير، يعني ما بدي الوقت ليحلوا مشاكلنا، شو مفكر تنحل بيوم واحد؟ اعزائي المشاهدين، نعتذر عن قطع الفيلم ونتابع معا برنامج الحل عندنا، يقدمه لكم الزميل سعيد الشايطة. أوقات ممتعة نتمناها لكم. أهلا جديدة من برنامج الحل عندنا. فقرتنا الأولى نبدأها من التحقيق الذي أجريناه في قرية نبع المغارة، فقد ذهبت بعثة البرنامج إلى القرية لاستطلاع المشاكل التي تعاني منها القرية، وكان لنا لقاء مثمر مع مختار القرية، كما أجرينا لقاءات متعددة مع الأهالي. وبعد أن استمعنا بعناية إلى مشاكلكم يا أهل القرية، أحال البرنامج هذه المشاكل إلى الجهات المختصة، ونبشر أهالي القرية قرية عين المغارة بأنه قد تمت معالجة مشاكلهم على النحو التالي. أولاً بشأن الطريق، فقد باشرت المداحل والزفاتات بتعبيد الطريق، وسوف ينجز خلال 2 أسبوع على الأكثر. ثانياً بشأن المدرسة، فقد أفادنا المسؤولون بأن القرية لا تحتاج إلى إعدادية مطلقاً، فعدد طلاب المرحلة الإعدادية في القرية لا يتجاوز 5 طلاب، وهم يعتبرون الذهاب والإياب إلى قرية تل البيدر القريبة نزهة جميلة. ثالثاً بشأن موضوع الماء، فقد حلت المشاكل عن طريق نقل الماء من العين بالصهاريج، وذلك ريثما تمدد الدولة قريباً جداً شبكة الأنابيب، وفي القرية الآن أكثر من 20 صهريج يقوم بنقل المياه الباردة الطازجة مجاناً من النبع إلى القرية. أما بشأن موضوع المقلع، فقد تم إغلاقه ومنع التفجير به منعاً باتاً. العم اللي ضربه ما في حي بنوب، ما في كلمة مضبوطة قالها. حدا شاف شي ورشة تزفيت على الطريق يا شباب؟ ليكون بعثوا الزفاتات وما شفناهاش. اسمعوا على هالحكي اللي ما بيدخل العقل. ما صار لنا ساعة جايين من البلد. ما شفنا على الطريق غير بارد ام نظير وجحش ابو اسماعيل. شو؟ صهريج مي رايحة جاية عم تزق مي للضيعة. ليكن هالحكي فاضي.
لا وشو كمان؟ ما عنا غير 5 طلاب مبسوطين كتير بالروحة والجاية على تل البيدر. أخي كل الحق على سعيد بضيعتنا. اي والله يا شباب، سعيد ضحك علينا ونحن عم نضحك ونلعب. يخرب دياره وهالكذاب، نص صندوق الضيعة راح حق غدا. أنا قل له خلينا بالأول نفرشيهن على مشاكل الضيعة، وهو يقول لي بالأول لازم يتغذوا، غذاه ونسمي الهيري إن شاء الله. الحاصلة ضحك علينا كلياتنا ومشي. اللي بده يضحك علينا لسه ما خلق، وأنا بفرجي له الآدمي. بس بدي همتكم شباب. لعيونك بشاهين. أنت أموره بس. بدي فرجين شو الظهر منين بتطلع له الآدمي. طول بالك طول بالك يا أبو شاهين. لا تذوج لا تذوج، الله يرضى عليك. يعني انطيش وارعون. أخي لازم يربيه ويحرمه يكذب بالتلفزيون على العالم. شو الدنيا فلتانه؟ وخ شو يربيه شو يربيه؟ أبو شاهين إيده فرطية، وبخاف يروح يبتلى بالزلمة. بعدين الأستاذ سعيد نعنع، يعني أبي القاش نعره. لا تخاف مختار، كلهم كم كف وكم بوكس وكم لبطة وكم نعرة وكم طيارة على رقبته وصلى الله وبارك. يمكن يبطل يكذب علينا ويجلس لسانه. تعرف وين مزرعته؟ ايه بعرف. بكرة بتدني عليها فهمت؟ خلينا نعمل له أحلى استقبال ونورجيه انتو. وإن شاء الله يجي معه هذا المخرج كمان. إن شاء الله يجي مع المخرج لحتى أعمل له أحلى استقبال والتاني. قسما بالله بدني عم يرجف رجف، يعني ما بعرف كيف سمعت كلامكن وطاوعتكن. لأنه بقلبك آهات مثل حكايتنا فرد شكل. معك حق، طارت نص ميزانية المخترع على الغذا. بس بصراحة يعني خايف تروحوا الزلمة، الشغلة ما بتستاهلش يا جماعة. مشان ربكن مشان ربكن لا تخصوا عليه. محمود هلا أنت متأكد أنه رح يمروا من طريق دي عتمان؟ طبعا متأكد، كل يوم خميس بيجي بينام هون ويوم السبت بيروح. بس ديروا بالكن يا شباب ما حدا يعرفنا، ها الشغلة فيها مسؤولية. لا تخاف يا مختار، نضرب ومنهرب. ايه واذا عرفنا يعني ليش خايفين؟ ما يشتكي علينا لشلع عيونه من وشه شلع. الحقونا تشوف يا شباب. أهلين، كيف صحتك؟ الحمد لله. عمو المختار بيسلم عليك، قال بده اياك. ايه لحظة لصفه بس. تفضل هون هون بأرضه خليها. تفضل. مرحبا يا بضاي. اهلين ابو شاهين. لا اهلين ولا سهلين. خير شو صاير؟ ما في شيء، حابين نحظى بشوفتك الحلوه سعيد افندي. تضرب انتو الشوفه مو بس هون وعلى الشاشه كمان. انت ما بتستحي على دمك ولا طائع شرش الحياه عندك؟ فعلا يا اللي استحوا ماتوا. خير لك يا عمي، انا شو ساويت؟ مسكين ما سويت شيء، بس كسبت على اهل ضيعتك بهذا البرنامج الحلو عندنا، شيء يحلك حل من بين كتافك. ونبشر أهالي ضيعة عين المغارة بأنه قد تمت معالجة جميع مشاكلهم. الطريق تزفت، المدرسة ما في حاجة إلها، صهاريج المي فايتة طالع عضيع رح تغرقها، والمقلة تسكر بنوب. سامع؟ اسمع بإذنك اسمع. وأنا شو دخلني؟ لك شلون شو دخلك؟ شلون؟ ما أنت فزلكت بعظمة لسانك على الشاشة الملونة وحكيت؟ مظبوط، بس انا الورقه اللي بقراها مو انا مكتبها. لك غير مين بيكتب لك يا ولا عم يقول لك مين بيكتبها؟ رد عليه. لك جاوبه. لك قول جاوبه. لك طيب شو بيعرف؟ قول عم يحكي. لك مو انا مو انا، شو بيعرفني؟ لك انا ليش جبت الضيعه ما دام بتعرف الشغله فاضيه من الاول؟ مشان يضحك علينا هو وجماعته. واللي بده يضحك علينا لسه ما خلق. اقوي لا حدا يضربه بالعصايه بايدكم يا شباب. لك انا محدولي حمد لا انزع الشايب. خليني ضربك.
الله ما في علاقة أنا. أخي إيدي إيدي. يلا روح على بيتك خلاك. روح. حتى أنت يا مختار. ليش أنا مانيش من الضيعة ولك؟ لك يخرب بيتك نص مالية المخترة حطيتها على الغداء. روح انقرع من وجهي. روح. سامعين يا شباب؟ نص مالية المخترة حطيتها على الغذا والمعسل وذراب السخن وهي اعترف لعظمة لسانه. استاذ سعيد جاهز؟ رح تكون على الهواء بعد 5 دقائق. ممكن تعفوني اليوم؟ مستحيل، برنامج الحلو عندنا لازم يطلع هلا على الهواء، تأخرنا كمان نص ساعة الجمهور. طيب مالك شايف حالتي؟ ولا يهمك، الجرح اللي بجبينك روح لك يا المكياج، وإيدك المكسورة ما حنطالع باللقطات. بس ما قلت لي شو اللي سوى فيك هيك؟ حادث. يعني حادث سيارة؟ يعني في شي من هاد. وقعت مع الدرج. أصبح يلا رح نطالع لك شارة البرنامج، شد لي حالك شوي. كل شي جاهز، رح تقرا المشاكل والحلول من هون. افتح التلفزيون محمود لشوف. لك شو بدنا بالتلفزيون؟ خلينا قاعدين عم نتسلى بالحكي. بده يطلع برنامج الحل عندنا، مو هيك محمود؟ ايه نعم هذا وقته، يمكن طلع كمان. لأنه بدي اشوف سعيد إذا له عين يطلع على التلفزيون بعد هالكبسة اللي كبسناياها، وبأنو عين بدي يقابل الجمهور. سيداتي آنساتي سادتي، برنامج الحل عندنا لكم وفي سبيلكم وفي خدمتكم. فقراتنا قد بدأت. يا لطيف موقعه هالزلمي. لك فعلا وقع، بيظهر ما تربى من هديك القتلة. قلت لكم خلوني خلص عليه من هديك المرة، ما خليتوني. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، بجوز يعني الزلمي اخلو بيعنا بايدي مرة ثانية. طول بالك ابو شهان. لا خلصونا، خلينا نعرف شو بده يخرط علينا الزلمة، خلينا نسمع. والان اعزائي المشاهدين، اليكم هذه الردود والحلول التي جاءتنا ردا على الشكوى المقدمة من قرية ام التينات. اولا، بشان مشكلة الخبز فقد عوقب الفران الغشاش وزيدت مخصصات الدقيق، واصبح الخبز في القرية يضاهي في نضجه البسكويت ومتوفرا لهم جميعا. بالنسبة لمشكلة جفاف الينابيع والآبار فقد تم إغلاق المسابح الخاصة تماما، وعادت المياه تسرح من الينابيع وتفيض من الآبار. محمود طفينا التلفزيون أحسن ما كسره. أنا ما عاد فيني أتحمل بلوب. شو؟ شو تكسروا؟ هذا تلفزيوني الخاص من صندوقي مش من صندوق المخترة. أنا بفرجيك، أنا بفرجيك يا سعيد الشيطة. أخ إذا ما بكسر راسك ما بكون أبو شاهين. وبشرتنا مديرية البرق والرعد بأن منخفضا جويا قادما إلى المنطقة، وسوف تعم الأمطار والثلوج وتمتلئ الآبار. أنا ما دخلني، الله وكيلكم ما دخلني، هيك كاتبين لي بالورقة، ما دخلني. الله لا يعطيك العافية، بهدلت البرنامج يا سعيد. شو يا أستاذ؟ تطلع على الهواء وتقول ما دخلك؟ شو يعني اللي عم نحكي كله على الفاضي؟ ما له طعمه؟ يا سيدي بالعكس، كل الكلام على رأسي وأنا أول واحد مسده. لكن شلون عم تقول ما دخلني؟ يا سيدي الله يلعن الشيطان، زلت لسان، هذا اللي صار. بس زلات اللسان يا أستاذ بتعبر عن اللي بقلبك على المزبوط. شو بدك تضحك علي؟ إيه انا اللي بعرف يا سيدي. الله يخليك، انا على كل حال رح اعطيك اجازه 5 سنين وبلا راتب لحتى تعرف ان الله حق. يا جماعه اسمعوني منيح، أنا بوّل شوارب أخي سعيد وبعتذر منه قدامكم جميعاً. لا يا رجل، لا يا طيب، شو اللي صار بخيلك؟ يا سلام عليك يا أبو شاهين. ما تواخذني أخي سعيد، ما تواخذني على هالكام ضرب اللي بدروا مني تجاه. في غيمة مريت. بس كان بيستاهلوا لا؟
بدك تعملنا عزيمة بمناسبة الصلحة على حسابك يا مختارة. لا مش على حسابي، على حساب صندوق المخترة مع علاي. يا جماعة اليوم التنين شو نسيتوا؟ وخمسة وتلت صاري افتح التلفزيون يا محمود لنتفرج. سيداتي آنساتي سادتي، برنامج الحل عندنا منكم لكم إليكم ومن أجلكم، فابقوا معنا. بتعرف أقول هالمذيع؟ لا والله ما بعرفه، أنا مثلكم هاي أول مرة بشوفه. نبدأ فقرتنا الأولى بالرد على مشاكل حارة باب البطيخ. أولاً بشأن القوارض المنتشرة والكلاب الشاردة، فنبشركم بأن الجهات المسؤولة قد أطلقت في حارتكم 100 قط بالغ. قسم منها سيتعامل مع الكلاب الشاردة والقسم الآخر سيتعامل مع القوارض. أما بشأن مشكلة كشاشي الحمام فنبشركم بأنه تم استيراد صقرين وشاهينين لملاحقة كل كشة طائرة. لك أطفونا الجهاز أطفوه، حاجة مسخرة ولد حياة. ليش مش مصبوط الحكي اللي عم يحكاه؟ ليش بس أنا اللي بكذب؟ الله يعينك على أهل ضيعتك يا معتر. سألوني لي أنا اللي بعرف. سؤال غسان، بس إذا بدك تزعل بلالي هالسؤال من عين أصله. ليش لحتى أزعل؟ شو شايفتيني ناقوزي؟ ما بعرف، يعني خايفة تعطرت مثل عوايدك. لا مرا عطرت، تفضلي. أنت ليش ما بتسلمني مصروف البيت؟ يعني ضروري كل ما بدي أشتري غراض أطلب منك مصاري؟ يعني أنت شو اللي مضايقك بالموضوع؟ أنا عم أصر عليك شيء؟ لا، بس بركي لزمني مصاري على غفلة، بركي حبيت أشتري شي غراض، منين بدي أجيب مصاري؟ ليش ما معك مصاري بنود؟ أنا دائما بعطيكي فرايط. لك أنا شو بدي بالفرايط؟ أنا بدي تسلمني المصروف وصلى الله وبارك. إيه على عيني، بس أنا ما عم بفهم أنت ليش عم تطلبي هالطلب. ليش عم أطلبه يعني؟ في غير مشان وفر عليك؟ لأنه بصراحة أنت إيدك فاروطية وما عندك إدارة بالمصروف، يعني أنت لا تآخذني بتطير أكثر من نص راتبك على شغلات بلا طعمة. اللي بدي أفهمه يعني هالشغلات هي اللي بلا طعمة، أنا عم بصرفها على البيت ولا على حالي؟ ما بيهمني، المهم انه الراتب عم يتبخر على شغلات ما لها ضروره. قسما بالله عم احس كانه عم نكب المصاري بالبلوعه كب. ليش انا اشتريت شيء من غير ما اخذ موافقتك؟ اي طبعا. مثل شو مثلا؟ مثلا الصيدليه البلوري اللي جنب المغسله، ليش اشتريتها؟ يعني ما كان لها لزوم. لا ابدا مو صحيح الحكي، انت قلتي لي عملت زينه العقل لما اشتريت الصيدليه، انت كنت محتاره وين بدك تروحي بالفراش ومعجون اسنان وانه الصيدليه ضبطهم. انا قلت لك هيك. ايه انت هلأ شو بدنا بالشغلات الماضية؟ نحن أولاد اليوم. تفضلي شو بتريدي؟ يلي بريده باعتبار أنك قابض معاشك جديد، خلينا نجرب يكون المصروف بإيدي، وصدقني أنت الغانم، لأنه بالنهاية أنا مالي مصلحة ولا غرض إلا التوفير وترشيد المصروف. ترشيد المصروف؟ صدقني أنت جرب وما رح تندم. ماشي الحال، أمري لله. تفضلي هاي من 1150 راتب الشهر كله، منيح هيك؟ ايه، وليش قمت 700 ليرة بقى؟ خليك معي 700 ليرة للطوارئ، مصروف شخصي. هلأ بلشنا بالبعزقة من هلأ؟ هيفا، يعني معقولة شاب مثلي ما يحمل بجيبته 700 ليرة فنجان قهوة تاكسي؟ دخيلك انت ومشاويرك، يعني ضروري تركب تاكسي من شغلك بالمرجة لبيتك بالمزة؟ ليكو جارنا ابو وليد ما بيركب لا تاكسي ولا ميكرو، مع انه شغله بالسبع بحرات. ايه طبعا، لانه سيارة المصلحة بتاخده بتجيبه. هلأ انت بدك شي؟ مسيك، هاي 100 ليرة بتجيب لي كيليين سكر وكيليين رز وعلبتين محارم وقية سنوبر. هلأ بدك ياني جيب لك كل هالغراض بمية ليرة؟ ليش لا، لازم تتعلم المفاصلة، مو شو ما طلبوا منك البياعين تدفع. لك هيفا انت شو عم تحكي؟ وقية سنوبر حقها 200 ليرة؟ لك انا عملها ربع وقية، لأنه بيني وبينك بدي علمك الاقتصاد والتوفير. ايه طبعا، لك كان ضروري هيفا. على كل ما في مشكلة، هو إذا ما قصني شيء أنا بحط مني. لك يا عيني عليك، هلأ بلشت تفهم علي.
بدك شيء؟ لا سلامتك. يلا خاطري. الله معك، الله معك غسان. الو، صباح الخير ماما. مشتقت لك كثير. لا ما في الا الخير ان شاء الله. ماما ساويت مثل ما قلتي لي، غسان اليوم سلمني مصروف البيت. ايه طبعا، لسه بطلب منه القرش ورا القرش مثل الشحاده. الله وكيلك يا امي، العرق بكدني كد لو بدي اطلب منه لو 10 ليرات. طبعا بعدين الرجال بحس بالسيطره لما بتكون جيبته مليانه. بس هلا السيطره انتقلت لعندي. جاي على بالك تفطري عندي؟ تقبري قلبي، يا ميت اهلا وسهلا. لا والله يا ماما اليوم مالي فاضيه، بدي انزل على السوق اتبضى. اسمعي ماما، بكره جيبي معك جاتو كرواسون وتعي لنفطر مع بعض، انا بحاسبك فيهم. طيب حبيبتي، يلا مع السلامه. صباح الخير مدام. اهلين، صباح الخيرات. انا مندوبه مبيعات منشورات حاجتك. اهلا وسهلا. ممكن ادخل اذا ما في اسئله؟ ولو تفضلي. اهلا وسهلا. عفوا مدام، انا ما رح اخذ وقتك كثير، لذلك رح ادخل بالموضوع راسا. تفضلي. انا وداد مبرومه مندوبه منشورات حاجتك جهلي. هو السبعة نعم. مهمتي الاساسيه طبعا هي المساهمه بحمله التوعيه والارشاد والتطوير الاجتماعي والتنوير الفكري وتدعيم المفاهيم العصريه لدى الاسره العربيه. اهلا وسهلا فيكي، بس شو بتريدي بالضبط؟ حتى جاوبك على سؤالك يا مدام لازم انت كمان تساعديني وتجاوبي على استفساراتي. طبعا اذا ما في اسئله وازعاج لك، مع انه انا ما بتوقع انك ابدا تنزعجي، لانه على ما يبدو انه حضرتك منفتحه تماما والذكاء عم يشع من عيونك. تسلمي، هذا من لطفك. لا يا مدام، انا ما عم بحكي هذا الشيء ابدا من باب المديح او المجامله، اصحك تفكري هيك، بالعكس لانه انت هيك فعلا تماما، وما يدل على هذا مظهرك الانيق، ابتسامتك الجذابه وملأك الدافي. الله يخليكي. والحقيقة مدام أنا دخلت على فكرة كتير بيوت، بس ما شفت أبدا برتابة وذوق بيتك. يعني صحيح المفروشات ما كتير يعني غالية، بس اللي عاطي عظمة وجمال بيتك هالبساطة اللي أنا ملاحظتها وهالجو الحميم اللي حضرتك خلقتيه. برافو عليكي، فعلا أنا هيك، ودائما بقله لجوزي عطيني حصير وخيش وترك الباقي علي، وإذا ما بساوي لك البيت جني اعمل يلي بدك إياه. يا سلام عليك يا مدام، وانا هيك بقول دايما الذوق موهبه الهيه. طبعا مدام ما بيجي بالاكتساب ابدا ولا بيفيده تعلم. طيب انسه وداد، كنتي عم تحاولي تساليني اسئله، فشو هي يا ترى؟ صحيح، شو بتشتغلي حضرتك؟ ربيت منزل. شو ثقافتك؟ واصله الاعداديه. شو بيشتغل جوزك؟ مهندس زراعي بمشتل. كم ولد عندك؟ ولد واحد. الله يسلمه. قديش عمره البركه؟ وليش عم تسألي هالأسئلة حضرتك؟ طبعاً بدي أسأل يا مدام حتى أعرف كيف بدي أتعامل معك وأختار لك اللي بناسبك. ما فهمت عليكي، يعني شو بدك تختاري لي؟ رح جاوبك يا مدام، رح جاوبك. عفواً، الاسم بالخير؟ هيفاء. شوفي يا مدام هيفاء، أول شيء بتحتاجه ربة المنزل هو المقدرة على ابتداع واختراع أطباق فاخرة ومآكل شهية وأطعمة متنوعة ما تعود الزوجة. شوف على مائدته، صح يا مدام؟ بس أنا بعرف أطبخ. ايه طبعا بتعرفي تطبخي، وما احلاكي ست بهالعمر وما تعرفي تطبخي، معقولة انت يا مدام؟ بس كم طبخة بتعرفي تطبخي؟ والله ما بعرف، ما عديتهم. يعني مثلا 100 طبخة، 200 طبخة؟ لا انت الثانية مو لهالدرجة، كترتي كثير. عن جد؟ اصبح بهالمجلد احزري كم طبخة موجود فيه. كم طبخة يعني؟ 2000 طبخة شرقية وغربية ومن مختلف أنحاء الأرض، حتى على فكرة الطبخ الفلبيني والهندي موجود فيه، بالإضافة طبعاً للطبخ الإسكندنافي وما وراء البحار. بالله عم تحكي جد؟ طبعاً مدام، لأنه مؤسسة حاجتك جهل بعتت مندوبين لمختلف أصقاع الأرض لحتى يجمعوا أفخر المأكولات من المجتمعات العالمية. يا سلام، فعلاً كتاب حلو. أنت شوفي الصور مدام، الصور لحالة تفرجي عليها بتخلي الواحد يشط ريقه. يا عيني، يعني شي بياخد العقل. طبعا مدام هذا كله ما عدا الطباعة الأنيقة وفرز الألوان بالأوفسيت. ليكو الفهرس قدامك مدام. أيوة، معجنات، لحومات،
اسماك طيور مقبلات اللي بدك اياه موجود مدام. على فكره حتى اذا بدك تساوي اللبنه مدعبله من لبن العصفور بتلاقي هون اكيد. ومثل ما بتعرفي مدام اقصر طريق الى قلب الرجل هي معدته. فعلا وانا ياما عم اتحير شو بدي اطبخ لجوزي. هلا ما رح تتحيري منوب يا مدام، وانا متاكده ان جوزك رح يطير عقله بهالمجلد. طيب انتو شو بتستفيدوا من توزيع هالمجلدات على الناس؟ دعايه يعني؟ بالضبط مدام، لانه مؤسسه حاجتك جهل عامله حمله دعايه مكثفه لاشهار اسمها، وما عم تاخذ من المستهلك ابدا الا سعر الكلفه. وقد ايش سعر الكلفه؟ 1100 ليره بس. 1100 ليره مو كثير. شو الحكي يا مدام، قال كثير. هذا الكتاب بالسوق عم ينباع ب 1900 ليره لمعلوماتك فقط. وعلى فكره هذا السعر اللي عم بعطيك اياه هلا ساري المفعول لمده شهر واحد بس، لانه عدد النسخ عنا كثير محدود، فانا حاببت تلحقي حالك. فعلا يعني هالمجلد قيم كثير ما بيتفوت. طبعا ما بيتفوت، اصحك تغلطي تقولي هالحكي مدام، اكيد ما بيتفوت. عفوا كم نسخه بدك؟ لا ايوه شو كم نسخه، واحده بتكفيني. يعني مدام انا بقول بلكي حدا من جيرانك من قرايبينك حابب يقتني نسخه. يصطفلو يصطفلو، مشكلته مو مشكلتي. صح مشكلتهم. طيب مدام الف مبروك ان شاء الله. بس عفوا ما قلتي لي قديش عمر ابنك؟ سنه ونص يقبرني. يا سلام كثير كثير حلو، الله يخلي لك اياه. انا عندي هون مطبوعات مدام بعنوان انا امعط واخربش، رسومات لسن ابنك بتطير العقل، كمان من انتاج مؤسستنا. عن اذنك. الو اهلين سلافه، خير شبكي؟ هي بعت لي حمى، يلا جاي فورا. دخيلك لا تأخذيني، جارتي عم تتوجع وجوزها مو هون، يمكن جاية الطلب. شو هالحكي، سلامتها ان شاء الله. انا عندي هون مدام كتاب حول التدابير الصحيه. هي رح دخيلك دخيلك مو وقتها هلا، معلش تفضلي. هي 1100 ليره، شكرا كثير. شكرا يا مدام، يعطيك العافيه، شكرا كثير. هذا ما بدك يا قلتي لي. بكل الحالات انا بتشكرك مدام على هاللقاء اللطيف والحلو، ومؤسسه حاجتك جهل تشكرك من كل قلبها. شكرا مدام، اهلا وسهلا. شو هالريحه هي؟ هيفاء هيفاء. اهلين غسان. لك شو هالريحه هي، شو طبخه؟ طابخت لك بخير فوندو. نعم لك اكله المساويه، انما ايه حتاكل صوابعك وراها. تعال تعال ذوقك لحسه طرف المعلقه. تعال غسان هلا بتذوق وبتصلي على النبي وبتدعي لي. شو هالريحه هي هيفاء، ليش هيك ريحه الطبخه؟ ما كبست نفسي نهائيا عليها. لك هلا انت ذوق وبعدين احكم. مسيك مسيك ذوق لك ذوق. اعوذ بالله، شو هالطعمه، شو دين هالطبخه هي هيفاء؟ لا تغلط غسان، هي بير خير فوندو. بلا بير خير بلا بطيخ مبسمر، عليم الله كاني عم باكل شربه مانيزا. انه انا بدي افهم مين دلك على الاكله، مين دلك على الاكله؟ يا سيدي اشتريت كتاب من مندوبه مؤسسه حاجتك جهل بقى. لحظه، حاجتك جهل بقى. شوف غسان شوف هالكتاب ما احلى، عم اقول لك في اكثر من 2000 طبخه. هيفا انت عندك 10 كتب من هذا النوع، بقى هذا الكتاب شو له لزوم؟ بعدين كله بيحكي عن نفس الاكلات. شايفه كبه لبنيه، كبه بالصينيه، ملوخيه ناعمه، ملوخيه بال صحيح صحيح، بس هون بالاخير في اكلات اجنبيه صينيه وافريقيه. شوف شوف. لك نحن شو دخلنا بالاكلات الاجنبيه؟ هن بيستطعموا شكل ونحن بنستطعم شكل. عليم الله الطبخه اللي عملتيها مثل الصبر. شلون مثل الصبر يعني؟ هيفا بعدين انت عندك الف باء الطبخ للست العزيزه، وطبخ من فوق للشيف رمزي، دوق بابا دوق لأسامة السيد، كتاب لأبلة نظيرة، مجلد لمدام سمعان، بقى شو لازمك؟ شو لازمك من هالمجلد بقى؟ هيك نوع من التجديد. ولك حتى اني شاري لك كتاب للطبخ المشايخي، عرفتي هذا تبع مسعود البلهاموطي يلي بيعلمك كيف تطبخي الرز بحليب، الألماسية، المهلبية، السحلب، الهيلطية. هلا ليش عم تبهدلني؟ هي عواد ما تنسر وتقلي الله يعطيكي العافية. بقديش اشتريتي هالكتاب؟ يا سيدي اشتريته انقص من حقه ب 800 ليره. قولي لي شو حقه؟ 1100 ليره. 1100 ليره؟ لا حول ولا قوه الا بالله، منين اشتريتي؟ من على الباب. بكانو باب؟ باب بيتنا. هيفا هيفا اللي بيبيعوا على الابواب نصهم محتالين، الكتاب اللي اشتريتيه بانقص ب 800 ليره، على البسطه حقه 300 ليره. شو هالحكي؟ لك شو مفكره لكان؟ يعني اكلت مقلب مو هيك؟ ان شاء الله تاخذني غسان. لا حول ولا قوه الا بالله. قومي حطي لي حواضر، قومي وكبي لي هالطبخة بالبلوعة. مرحبا مدام.
أهلين أمور. أنا مندوب ماركة الساطور السحري اللي بتطلع بالتلفزيون. إيه شو بتبيع يعني؟ سكاكين حد مدام. بالله حلو كتير، جيت بوقتك. ورجيني هالسكاكين عمل معروف. تفضلي. شايف مدام؟ شايف هالسكين؟ هي صغيرة كتير يعني ما بتعبي العين، بس فعلها كبير كتير. ومشان هيك رح أرجيكي هلأ ديمونستريشن قدام عينك. طمني اكثر رح اعمل لك تجربه ثانيه. شايف هي الخشبه؟ شوفي هلا شو رح يصير فيها. شايف شو صار بالخشبه مدام؟ ايه شو بدي بتقطيع الخشب انا؟ ايه شو شايفني فاتحه محل نجاره؟ لا يا مدام، انا عم ارجيكي مدى الحده تبعها. في عندك بوري مي نص انش؟ وليش البوري كمان؟ ما في داعي، اذا ما عندك انا عندي. شايف هالبوري مدام؟ شايفته. Now you see it, now you don't. شوفي هلا شو رح يصير بهالبوري. شايفه يا مدام شو صار بالبوري؟ انقسم نصين، as seen on TV تماما. المهم هلا هي السكاكين بتأشر باذنجان؟ شو باذنجان ما باذنجان يا مدام؟ هي سكاكين بتقطع جلد الفيل. لكن هي سكاكين الساطور السحري. ماشي الحال، اعطيني سكينتين لكن. لا يا مدام سلامة فهمك، هي سكين بتنباع مجموعة واحدة. وقديش حقها المجموعة؟ يعني 600 ليرة. 600 ليرة؟ كتير. بالعكس يا مدام رخيص كتير، بعدين نحن هلا عاملين اوكازيون. ماشي الحال، لحظة لجيب لك المصاري. يا طيب القلب وينك؟ عم تهجر وينك؟ مشتاق لك يا حياتي. عسى يردك حنينك. تفضل هاي 600 ليرة. يسلموا هاليدين مدام، إن شاء الله بتكسريهم بالهنا. بخاطرك. شكرا. أتخيلك بيبي. هاي كمان انكسرت. فظاعة على إيدي أنا التانية شو درجة. واحدة ساق سليم. شو بدي ساوي؟ لا ما في غير اني ارجع للقديمة. مرحبا هيفا. هلا غسان. شو هالكومة هاي المحطوطة قدامك؟ شو هدول يعني السكاكين؟ وليش هيك مكسرين؟ ماني شايفهم قبل هالمرة. هدول اشتريتهم جداد. من مين اشتريتهم؟ من على الباب. أنو باب؟ يعني أنو باب؟ باب بيتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك أنا كم مرة فهمتك لا تشتري شيء من على الباب؟ يعني قلة دكاكين وسواء عنا بالبلد؟ قلت لحالي إجا والله جابه، لأنه السكاكين القديمة عم تعذبني كتير. وقديش دفعتي حقكم هالخرطة؟ 600 ليرة. 600 ليرة؟ ولك مو حرام عليكي؟ إيه والله لو شفتهم ملحوشين بالأرض ما بيقيموا من أرضهم. ليش؟ والله منظرهم بغر. بغر وحدة مثلك خشيمة بينضحك على عقلها بكلمتين. بس والله قطع قدامي خشبة هالسمك سمكة ونشر علبة حديد ودباح. هلأ شو بدنا بهالعلب المصدي؟ الباذنجانات تقشروا معك؟ لا بقى الله يرضى عليك غسان، نزل على السوق واشتري لي طقم سكاكين لحتى اقدر لحق لك الطبخة. أمنتوا بالله على هالنهار؟ هات المصاري بشوف. خود هاي 150 ليرة بس بدي اياهم شغل ألمانيا. ها طقم سكاكين شغل ألمانيا ب 150 ليرة؟ ما بعرف، دبر راسك. ليش البحترة؟ بعدين إذا نقص حط منك. حط مني هيفا. العافية. الله يعافيك يا حبيبي. شو شايفك واقف على باب بيتنا؟ اي والله يعني عم نتسبب. ليش حضرتك شو بتبيع؟ افلام فيديو خاصة يلي ما بتنعرض بالتلفزيون ابدا. شو قصدك يعني؟ لا استاذ لا يروح ذهنك لبعيد،
أنا كل أفلامي رعب وإجرام وقتل وكوارث ومصايب ومطاردات شرطة وقرف ودماء. عم بقلك شي بأشعر البدن هيك لكان. مثل ما عم بقلك أستاذ، هالمناظر هي حقيقية وما بجوز يتفرج عليها إلا البالغين فقط، أما أصحاب القلوب الضعيفة فمو لازم يتفرجوا عليها أبداً يا أستاذ، لأنه بجوز غط على قلبهم من شناعة المناظر وكلها أستين إن تي في وغير متوفرة بالأسواق. يعني حضرتك عم تدق الباب على مرتي لحتى تبيعها هالبضاعة النفيسة؟ عفواً أستاذ، ليش مدامتك مو بالغة راجلة؟ قصدي يعني حضرتك متجوز قاصر؟ ولك يخرب بيتك على هالمسواق العاطق اللي عم تترزق منه. شوفوا له أبضاي، قسما بالله إذا بشوفك طالع على هالدرج من هون أو بلمحك لمحها لا أعمل لك مشكلة إلى أول ما لآخر. يلا امشي من هون لك. طول بالك علينا أستاذ، شو عملنا؟ فصاعة شو خلقك ضيق ومشراني؟ لك يلا امشي من هون، خلصني دب أغراضك وامشي تعرف. نازل نازل نازل. يلا امشي. أصلا تضرب هديك الساعة اللي فت فيها على بنايتكم. امشي. العمى ما أوقحوا، أنا بحياتي ما شفت واحد ببيع أشنطة فيديو على البواط. العمش كيفك؟ خير؟ سلامتك؟ شو بوشك؟ هيفا شو بوشك؟ هابب البوتاكاز بوشك يعني؟ لا لا. لكن شو؟ أخذي أسبرين؟ الله يصلحك، قلت لك لا تاخذي أسبرين، الأسبرين بتتحسسي منه. لك شو أنت ما بتفهمي؟ هلا لا تضج علي، لا أخذت أسبرين ولا ضربت على قلبي. تفهميني شو بوشك؟ هذا انت رحت من هون دقوا علي الباب وباعوني كريم لتنقية البشرة، حطيت منه على وشي قام أب فرد أبي. ومين هدول يلي باعوكي؟ مندوبات مؤسسة يسلم لي هالوش. لك كم مرة فهمتك لا تشتري شي من على الباب؟ وأنا هيك قررت، بس المصيبة إنه الواحد بيخجل يصرفون، بعدين صبايا كل واحدة منهم أحلى من التانية وكلامهم كتير حلو ما بعرف ومقنع كتير. الله وكيلك ببيعوك عمود المرجى وانت واقف عم تضحك وتلعب ورضيان. قومي لكان، قومي لك، قومي لوين؟ قومي بدي اخدك عند الدكتورة قبل ما يلتهب جلد وشك. اذا من دهنة واحدة صار فيه هيك كيف لو دهنة ثلاث اربع مرات؟ اشي فظيع كتير، يعني لو كذبة عليه مية نار واسيق بك صار فيه هيك. كيف هذا وشك؟ كيف؟ لا والمصيبة انه عم يحرقني كتير، حاولت هوي عليه بالمروحة انصرت والويل مالي لقياني نسمة هوا. لكان أقوام عجلي والبسي قبل ما يصير معك اختلاطات ومضاعفات. يلا رح ألبس، بس اسمع غسان، أنا من هلأ ورايح ما عاد بدي استلم مصروف البيت. مسيك غسان، هاي بقية الراتب وانت تصرف. قديش هدول؟ 400 ليرة بس؟ ايش مفكر لكان؟ مصروف بيكسر الظهر. هلأ هدول اللي زادوا من الراتب ونحن لساتنا بأول 4 أيام من الشهر. يا شايف غسان شايف؟ عادي لشوف عادي. قديش حقه الكريم اللي باعوك اياه على الباب جماعة يسلم لي هالوش؟ معهم حق هنن، تعرف انت المكياجات كتير غالية. قديش حقه هيفا؟ 1750 لأنه عاملين تنزيلاتها، هو حقه 2750 بس؟ بس ايه بسيطة حبيبتي، ليه زعلانة؟ هيفا يسلم لي هالوش.